السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. رمضان كريم عليكم إن شاء الله، وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية. كل اللي بيشاهدونا داخل السودان وخارج السودان، خليك في البيت. وحلقة جديدة على الهواء مباشرة عبر فضائية الشروق. الحلقات كلها من الأحد وحتى الخميس هي نقدر نعتبرها هي غرفة للكورونا، فيها مراجعة للإحصائيات يوميا قبل بداية الحلقة ومع ختام الحلقة، وفيها كل المراجعات على المستويات الاجتماعية والسلوكية وأيضا الصحية والطبية وغيرها فيما يتعلق بالكورونا. بالأمس تقرير وزارة الصحة الاتحادية كان متأخر الساعة 4 صباحا، والناس يعني صحت من النوم ولقت التقرير اللي هي ظهرت 86 حالة كورونا جديدة، 86 حالة جديدة ليوم الاثنين الموافق 4 مايو، اللي هو ده تقرير الأمس يعني. 86 حالة جديدة دون تسجيل أي وفيات ليوم الأحد. ولاية الخرطوم كان فيها 74 حالة كورونا جديدة، شمال كردفان 7 حالات، القضارف 3 حالات، والجزيرة فيها حالتين. العدد الكلي بيرتفع مما ختمنا الحلقة بالأمس اللي هو كانت 592 حالة، الآن أصبحت 678 حالة كورونا، فيها 41 حالة وفاة. الولايات أصبحت 14 ولاية هي متأثرة بالكورونا، بعد ما كانت لفترة طويلة هي حصرية على الخرطوم فقط، ولكن الخرطوم بقي فيها 594 حالة إصابة بالكورونا، الجزيرة 29، القضارف 9 حالات، نهر النيل 5 حالات، غرب كردفان 4 حالات، سنار 8 حالات، وشمال كردفان 15 حالة، شرق دارفور حالتين، جنوب دارفور 5 حالات، شمال دارفور 3 حالات. أما ولايات النيل الأبيض وسط دارفور والبحر الأحمر والشمالية سجلت حالة واحدة لكل ولاية. في 9 حالات تماثلت الشفاء. عدد المتعافين من الكورونا 61 حالة. للتبليغ نحن من بداية الحلقة وبنقول إنه من بداية البرنامج 2-2-1-90-90 دائما بنكرر، حتى لو ما ردوا عليك أنت ممكن تواصل، تتصل مرة ومرتين وثلاثة لحد ما يردوا عليك وتوريهم الأعراض اللي أنت حاسس بها، أو حتى لو حاب تبلغ عن شخص من أفراد الأسرة أو جارك أو في أي سلوك ممكن يعرض الأغلبية للتعرض لإصابة بالكورونا. الموضوع ماشي لخطير يا جماعة، الأرقام ماشية كبيرة، يعني من بداية الأحد الماضي لحد الخميس كان في ارتفاع واضح جدا في الأرقام. أنا بقول دائما خليك في البيت، وفي ناس يعني ممكن يقول إنه أنا بقول بدعو لأنه الناس تكون هي موجودة في البيت، وأنا موجودة في القناة هنا عشان يعني أقدم المادة اللي أنا بتكلم عنها اللي هي الكورونا، بضطر إنه ألمس كثير من التفاصيل والأشياء، والوضع اللي احنا موجودين فيه حاليا بيتطلب الحذر من الكل، بيتطلب الكمامات والجوينتي. الجوينتي بعد ما انت فتحت الباب، بعد ما قعدت في الكرسي مثلا مسكت الكرسي كده، حتى القلم لو في زول غيره، في زول غيري مثلا مسك القلم، عندي المايك، عندي كثير من الاشياء، ممكن عدد من الافراد، كل الناس الموجودين معانا، تيم القناه شغال في الشروق هو عامل كل الاحتياطات اللازمه من معقمات لالتزام سبل الوقايه كافه، من الباب برا من الاستقبال بتلقى المعقم موجود، انت بتغسل ايديك حتى بتدخل على الاستوديو تتجه مباشره، لانه مرحله الانتشار المجتمعي انت ما بتعرف الاصابه هي جاتك من وين، ما بتقدر تحدد تقول انا مشيت وين وجيت من وين. لقيت محل مفتوح، بقاله، دكان، اضطريت انك انت مشيت، الكيس اللي بتمسكه ده اداك له سيد الدكان او صاحب السوبر ماركت او البقاله، اداك له في يدك، انت استلمته، انت ما عارف استلمته شنو. فيروس ده ما حاجه صغيره جدا وما بتتشاف، مجرد ما يجي يدخل في جسمك بيشوف المكان اللي هو عايز يقعد فيه، دخل القلب، دخل الرئه، دخل الكلى، دخل اي مكان، انت معناه معرض للخطوره، بعد كده انت ومناعتك انت ومقاومتك. 678 رقم كبير، ده عدد الحالات هي المصابه بالكورونا، بتمنى لهم ان شاء الله عاجل الشفاء. حنطلع نشوف مع بعض تقرير من القضارف، حنرجع إن شاء الله نعقب عليه. بين يوم وليلة
قفزت ولاية القضاريف إلى الموقع الثالث من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قفزة تطلبت إعادة تنظيم الخطى، فالخطر بات محدقا مما استوجب تحركا سريعا من السلطات. ولاية القضارف للأسف الآن تحتل المرتبة الثالثة من حيث انتشار جائحة كورونا على مستوى السودان بعدد 6 إصابات مؤكدة ثبت معمليا بإصابتهم، منتشرين في محليتين حتى الآن. والآن القضارف نقدر نقول إحنا نتجه للطريق بتاع الانتشار المجتمعي، وهو موضوع خطير جدا مما يستدعي إنه الناس تلتزم بحذر تام وبالتزام تام بكل المحاذير الصحية الضرورية للتصدي لهذه الجائحة وهذا المرض الخطير. لكن تبقى الحدود الدولية العائق الأكبر أمام كل هذه الترتيبات، فعلى الرغم من مضاعفة العقوبة إلا أن أكثر من 35 حالة تسلل قد سجلت حتى الآن. ولاية القضارف تشارك حدود طويلة جدا، أكثر من 260 كيلومتر حدود مفتوحة على مع جارة أثيوبيا. هي جارة أثيوبيا نتشارك بإقليمين، في إقليم لا توجد إصابات ولكن إقليم في بعضه تسجل إصابات. وضعنا قانون بمنع التسلل والدخول غير الرسمي لكل العالقين القادمين من دول أعلنت الوباء، لازم هم يكونوا خارج حدود السودان حاليا في هذا الوضع الحرج جدا، يعني هو وضع حزين أكيد، لكن لازم نتخذ كل التدابير الصحية. من يضبط متسلل هناك عقوبات رادعة، يحجز أول شيء لمدة 14 يوم في الحجر الصحي للتأكد من خلو من المرض أو إصابته لا قدر الله، ويتبع بعده الإجراءات الصحية اللازمة. أيضا تكون هناك غرامة مادية كبيرة جدا، هي بمبلغ 100,000 لكل من يضبط متسلل. الآن إحنا عندنا في ولاية القضارف وصل عددهم ل 38، وده مؤشر خطير جدا بالنسبة لنا، فلازم نتخذ كل التدابير الصحية اللازمة لهم. الوعي المجتمعي عامل من أهم العوامل لمجابهة الجائحة، وهو ما استوجب عملا إعلاميا مشتركا يهدف لبث الوعي وزيادة التعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية. الآن تضافرت الجهود للمكافحة وللمساهمة ولعب الدور الأساسي والدور التوعوي لمواطن ولاية القضارف وخطورة هذا المرض. أتمنى أنه يا جماعة أولادنا وأهلنا يكون هنالك وعي، وهذا هو دور الإعلام. الارتفاع اليومي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد هنا بولاية القضارف استوجب تحركا سريعا من قبل السلطات والمجتمع هنا بولاية القضارف، ليس أقلها التوعية. محمد الفاتح، شروق، ولاية القضارف. بشكر الزميل محمد الفاتح مراسل قناة الشروق من القضارف، وضعنا في الصورة وضعنا كمان على الاحتياطات اللازمة بتقوم بها الجهات المسؤولة والجهات الإعلامية حتى على مستوى المواطنين لدحر المرض الكورونا ولتقليل انتشاره، لأنه فعلا القضارف بدأ اسمها يظهر في حالات أو تسجيل حالات الكورونا. محمد الفاتح معي عبر الهاتف. السلام عليكم. مرحبا بك يا محمد، رمضان كريم عليك. اهلا بك، رمضان كريم على الجميع، وتصوموا تفطروا على خير ان شاء الله. تسلم ان شاء الله يا محمد. المركز الثالث، انا شايفه في التقارير وزاره الصحه بتقول 9 حالات، كم هي عدد الحالات في القضارف رصدت للان؟ نعم، 9 حالات حتى الامس، كانت 6 حالات، ارتفع العدد حسب تقرير وزاره الصحه الاتحاديه اخر تقرير بزياده 3 حالات مؤكده. أظهر الفحص المعملي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يرتفع العدد إلى 9 حالات. الوضع ده خلى القضارف في المرتبة الثالثة، لكن تقرير الأمس رجع للمركز الرابع، اعتبار إنه ولاية شمال كردفان حالات الإصابة فيها أكثر من القضارف. لكن عموما الوضع غير مطمئن، باعتبار إنه يوميا بدأ يظهر اسم القضارف في التقرير بتاع الإصابات المؤكدة، وده بدي مؤشر غير موجب للوضع الصحي عموما في ولاية زي القضارف، خاصة إن هي زي ما تفضلت المدير العام لوزارة الصحة في التقرير بأنها تشارك حدود دولية كبيرة جدا وطويلة،
التداخل فيها بنسبة كبيرة جدا جدا. العادات والتقاليد غالبة على المسألة بتاعت الاحترازات الصحية. لذلك انه الخطر في ولاية القضارف خطر كبير جدا، وحتى المجتمع داخل المدينة ايضا محتاج لزيادة في التوعية. مسألة المخالطة بتبقى واحدة من المسائل اللي ممكن تهزم البروتوكول الصحي الموجود الآن. أيوة صحيح. باعتبار الآن إذا أخذت جولة في سوق القضارف الآن أتحدث إليه بأنه تجد في عدد لا يستهان به من المارة أيضا. في تزاحم في صيدليات التأمين الصحي، في تزاحم كبير. يعني السوق الحركة في السوق تسير بصورة طبيعية ولا أقل من الطبيعية؟ لا هي أقل من الطبيعية. لكن في حركة. اليوم في زيادة. اليوم في زيادة في عدد. نحن من خلال رصدنا ومتابعتنا اليومية إن اليوم عدد المتواجدين في الطرقات وفي السوق أكبر بزيادة كبيرة جدا، مع ملاحظة إنه في زيادة في عدد الإصابات. فالمفروض إنه المعادلة تكون سالبة، يكون هنا عدد المتجولين أقل. صحيح. وده أنا في تقديري الخاص إنه مسألة وعي مجتمعي، لأن السلطات قامت بدور وعملت العليا من ناحية التوعية ومن ناحية التوجيه. طيب إنه الآن أيوة الدور على المواطن بشكل كبير جدا في انه يستوعب. احيانا في بعض الناس يا محمد ما بيكونوا مستوعبين خطوره الموقف، يعني بيكونوا سامعين انه ايوه والله في 9 حالات، لكن عادي ممكن يمشوا يكفروا لهم او يمشوا لاهل الحالات ديل عشان يكفروا لهم المرض. انا عايز اعرف لو عندك المعلومه 9 حالات ديل اسرهم هل تم حجرها ولا هم برضو عايشين بصوره طبيعيه وما في استيعاب كامل لحجم المشكله؟ لا انا قبل ربع ساعه تحدثت مع الاخصائي المسؤول من مركز الحجر بولايه القضارف، تحدث عن انهم وصلوا اسر ال 7 أو 6 من الحالات باعتبار انه في 3 حالات من خارج الولايه. أيوة. ولكن ال 6 أسر دي هم الان وصلوها واجروا عليها الفحوصات، طالبوهم ب الحجر المنزلي وعدم المخالطة وفي استجابة. لكن بتبدل المشكلة الرئيسية في سلوكنا المجتمعي. محتاج محتاج إعادة ترتيب وإعادة تنظيم والنظر للموضوع بجدية أكثر من ما يحدث الآن. صحيح. لكن إلا لن يحدث ذلك فالإصابة حتكون كبيرة جدا. يعني حاليا الانفجار في الانتشار المجتمعي، ودي مرحلة خطرة. دي يعني صحيح. مرحلة بعد مسألة الانتشار المجتمعي. في ناس لسه في القضارف يا محمد الفاتح ما مؤمنين إنه في كورونا ولا زي ما ذكرت طبعاً. في مشكلة الوعي دي. لا طبعا في ناس لحد الآن بيتعاملوا مع إنه دي يعني أحجية. ودي مشكله كبيره جدا يعني. وفي استهتار في التعامل معها. فدي واحده من المشاكل اللي ممكن تؤدي باعتبار انه القضارف هي مدينه مترابطه، مدينه متداخله، المسافات فيها قريبه. فدي واحده من المشاكل اللي ممكن تؤدي الى انتشار اكبر للمرض. طيب سمعت الدكتوره برضه هي بتتكلم عن مشكله التسلل انه حيكون في عقوبات، مش كده؟ طيب برضو المحلات المفتوحة في الأسواق دي ما في أي إجراءات أو ضوابط تمت عشان هم يغلقوا محلاتهم دي أو يكونوا موجودين بقية الناس في بيوتهم؟ قبل يومين نزلنا في الشروق تقرير عن الوضع في سوق الملجأ للمرض دي، ناس الأمراض المزمنة. ونحن كلنا لو ما في كل بيت في كل بيت بعد بيت، يعني إحنا عندنا الأمراض المزمنة، سكري، الضغط، الكلى، الأمراض اللي بنشيلها شهريا علاجات والشخص بيضطر إنه يبلع عليها. مقاومتكم ضعيفة جدا للأمراض، يعني لازم تعمل احتياطاتك اللازمة. الفيروس ده يعني ذكي جدا زي ما وصفوه في الدول الأخرى، يعني الفحصوا عليه وتعرفوا عليه جدا ذكي جدا، وقادر على إنه يتلون ويتحور وإنه يشكل أنواع أخرى من الفيروسات بيدخل جسدك، بيختار المكان المناسب له، يجيك في قلبك، في كلاك، في الرئة، في أي مكان. بعد كده يا إما أنت وحظك يا إما أنت ومقاومتك ومناعتك للمرض، لأنه في بعض الحالات توفت بدون ما تظهر لها أصلا أعراض وبعد ما توفوا ظهر. في حالات الناس فاكرينها ذبحة صدرية، يعني يجي الشخص كاتم نفسه كده ويتفحص له ويتشاف أنه هنداك الفيروس قاعد جوا جسمه.
فنحن عشان ما عندنا العلاج اصلا ما في علاج للمرض، انت حتاخذ بنادول عشان ينزل لك الحمى وحتاخذ دريبات عشان تعوض جسمك. يعني الارقام كل ما تزيد انت معناه فرصك انك تلقى لك حتى سرير في المستشفى ده ضيق جدا. يعني انت حتى لو اتصبت وجوك ناس الوبائيات واكدوا لك انه عندك حاله كورونا، انت ما عندك مكان تمشي له. حتصل مرحله زي دي ما في مكان عشان تمشي له، حتقعد في بيتك. قعدت في بيتك ممكن تغلط غلطه صغيره تنقل الفيروس ده لاحبابك وناس اللي بتحبهم شديد اللي قاعدين معاك في البيت. فبالتالي من الاول طيب ما نجي طالعين، يعني للضروره القصوى جدا انت تجي طالع. هنتكلم لناس الامراض المزمنه وكيف ممكن هم يعالجوا او يقوموا بوقايه انفسهم من الكورونا. معي عبر الهاتف دكتور انيل كومار، استشاري الكلى والمسالك البوليه. مرحبا بك يا دكتور. طيب شكرا. الاذاعه شنو عشان نشكركم؟ الشروق قناه الشروق الفضائيه. كويس جدا. مرحبا بك كثير يا دكتور. الله يديك العافيه. الله يسلمك. مرحبا بك، كنت معانا على الهواء مباشره. وحديثنا عن اصحاب الامراض المزمنه انهم هم ممكن تكون اصابتهم اسرع من غيرهم، وعايز اعرف هل المعلومه دي صحيحه او لا، واديني معلومه انه برضو درجه شفائهم هل عندها علاقه بانه هم عندهم مرض زي مثلا الكلى او المسالك البوليه او غيره. طيب اولا شكرا شروق الفضائيه. وحقيقه طبعا اليومين دول مرض الكورونا ده يعني مرض يعني اصابه العالم كله، ومرض خطير جدا جدا تصيب كل الناس، يعني اللي هم القريبين لهذا المرض او اختلطوا بالمرض. لكن احنا اللي بيهمنا الاخص الناس اللي هم مناعتهم ضعيفه، اللي هم عندهم امراض مزمنه مثل السكري، اورام الخبيثه، انيميا، وايضا امراض الكلى مثل التهابات حاده في الكلى والفشل الكلوي، او الناس اللي هم زارعين الكلى برضو غير برضو المناعه بتاعتهم ضعيفه لان هم بيكونوا معتمدين على الادويه. فالناس دي بنقول لهم يا جماعه الحرص واجب، والمرض ده اذا احنا ما خلينا بالنا منه ممكن تصيب الشخص بالذات الناس المصابين بالمرض المزمن. فالتحوط واجب، الابتعاد من الزحمه، الابتعاد من الاختلاط، يستحسن واحد يكون قاعد في البيت لانه اصلا في حظر تجول، لبس الماسك وغسيل الايدين، لانه المرض ده يعني هذا الفيروس الكورونا خطر خطورته انه هو بيجي عن طريق مثلا الرذاذ. اذا يعني واحد لو قاعد جنبه واذا زول عطش او بالساهل انه يصاب الشخص الاخر حتى لو كان سليم، ما بال انه لما يكون زول يعاني من امراض مزمنه. ايوه. فالنصيحه الاولى انه واحد لازم يكون لابس الماسك. نمرة اثنين، ما يسلم على الناس، الحته اللي فيها الزحمه ما يمشي فيها. الاختلاط بالذات، ويكون في مساحه بينه وبين الشخص الاخر. ايضا بننصح الناس اللي هم بالاخص الناس الفشل الكلوي اللي هم بيغسلوا، فذيل بيكون اكثر عرضه من الشخص النصيح. يعني ممكن الشخص النصيح ممكن يكون المناعه طبعا احسن. فهنا بننصح انه يعني نسبة إصابته أسرع وأعلى من غيره؟ كثير كثير. أي كثير، لأن هو ممكن يحصل له هبوط في الضغط، ممكن نسبة الدم بيكون قليلة جدا جدا، دائما الشهية بتاعته ضعيفة. كل الحياة دي بتساعد على إنه يكون عرضة
من الشخص السليم 100%. بعدين المرض ذاته انه هو يصيب الاطفال لانه المناعه بتكون بسيطه، والناس الكبار اللي هم فوق ال 55 60 سنه، لانه كل ما شخص بيكبر كل ما المناعه بتقل. احنا دائما نقول للناس الامراض المزمنه، امراض المزمنه انه يبعدوا من المشاكل بتاعت الاختلاط اهم حاجه، والسلام. وبعدين لازم نوري شنو هو المرض الكورونا ذات. الكورونا ذاته بيكون بيختلف من الانفلونزا العاديه دي. في ناس مثلا يقول لك ده انفلونزا، لا، هنا المرض ده باول حاجه بيكون فيه كحه ناشفه مستمره، وجع راس، وجع حلق، الجسم فيه فطور وتكسير، الحمى اصلا ما بتمشي، عكس الانفلونزا العاديه دي انه ممكن تكون فتح لكن بيقدر يباشر الاعمال. في عرض يا دكتور انيل انه كم حاله مصابه هم ذكروا انه بيفقدوا حاسه الشم او التذوق او الاثنين مع بعض؟ ده حقيقه لانه بيأثر على العصب بتاعة الشم والعصب بتاعة الطعام. بيفقدوا يعني بيقول لك والله انا ما بشم. ايوه. او لما ياكل اكل يقول لك مثلا ما في اي طعم للاكل. فدي دليل على انه هو الفيروس ذاته بيخش في الخلايا، والخلايا الثانيه السليمه برضه بتخش فيها بتدمرها. وهنا دي الخطوره بتاعتها، ان هي بتدمر الخلايا الحيه الثانيه. طيب يا دكتور، الجسم بيحاول يقاوم. لما يقاوم بيحصل الدم الابيض بيزيد، بيبقى في عندنا حمى، تكسير في الكرات الدمويه الحمراء، دي برضه معناها المناعه بتقل. في مثلا الانسان يصيب بالانيميا. في اول 3 4 يوم ما بتكون حاله حرجه شديده، لكن بعد كده لما يحصل ديك في التنفس لو ما في مناعه بالحاله بتتطور وتدهور. بتطور بعد كده. أيوة. شغل في المستشفى وعلاج مكثف. طيب يعني دكتور، ما في نسب واضحه للشفاء من الكورونا لاصحاب الامراض المزمنه؟ يعني لانهم اصلا مناعتهم ضعيفه. نعم. فشوف المناعه دي مع الامراض دي المؤمن مصاب. فاذا شخص اصيب بمرض مزمن يبقى هو لو ما حريص على نفسه. ايوه. وحريص على غيره كمان. يعني هو المشكله انه انا لما الشخص العيان لازم يكون حريص على نفسه وحريص على غيره. صحيح. وهو بياخذ الحرص عشان هو ما يتعادى بالمرض ده، وفي نفس الوقت ما يعادي غيره. صحيح. ودي النصيحه الرئيسيه اللي احنا في الحقل الطبي بنديها لمرضى امراض المزمنه. أيوة. ايا كانت، لكن بالاخص احنا في المسارك البوليه بنقول والله الكليتين دول عنصرين مهمين، يعني جهازين مهمين في جسم الانسان، ان هي بتفلتر السموم الى خارج الجسم. اذا هذا الفلتر باد معناه السموم زاد في جسم الانسان، وبالتالي المناعه كل شويه بتقل وتكون عرضه لاي مرض، لانه اصلا المناعه بتكون وصلت بعض الاحيان الى صفر يعني. نصائح غاليه دكتور انيل كومار، استشاري الكلى والمسالك البوليه، بشكرك جدا على الاضافه. شكرا جزيلا. يعني الحديث معه يمكن ادانا كثير من المعلومات المهمه جدا، ويا ريت زي ما قال يعني وختم حديثه في انه انت لازم تكون حريص على نفسك وحريص على اسرتك. حديثنا ده موجه لاصحاب الامراض المزمنه، ناس الضغط والسكري والكلى والانيميا وغيرها من الامراض. خليك حريص على نفسك اكثر من كده عشانك وعشان اسرتك وكل احبابك. هطلع فاصل قصير، هرجع اتواصل معاكم. خليك في البيت.
اهلا من جديد، متواصل معاكم خليك في البيت على الهواء مباشره من الاحد وحتى الخميس عبر فضائيه الشروق، غرفه للكورونا لنقل كل المستجدات اللي عندها علاقه بالكورونا من الارقام وكل ما يتعلق بالموضوعات ايضا مختلفه سلوكيه اجتماعيه وصحيه. حنتقل للزميل محمد فتح الرحمن، هو داخل وزاره الصحه الاتحاديه، تحدث مع دكتور اماني احمد عبد الله مدير الاعلام والتثقيف والاتصال بإدارة تعزيز الصحة. نأخذ منه المعلومات. محمد مرحب بك. مرحب بك يا رشا، ومرحب بكل السادة المتابعين الكرام في كل مكان. نحييكم ونهاركم سعيد، ونقول لكم خليكم في البيت من أجل السلامة، من أجل الطمأنينة، من أجل الصحة والعافية للجميع. من داخل وزارة الصحة بولاية الخرطوم نحيي جميع المشاهدين الكرام، ونقول لهم خليكم في البيت للمرة الثانية. عزيزي المشاهد، في الآونة الأخيرة يمكن 3-4 يوم لورا بنسمع أنه في ازدياد كبير جدا في حالات الإصابة بمرض كورونا، بنسمع أنه في كمية هائلة من الوفيات، بنسمع كل يوم الثاني أنه في زول توفى بكورونا. نسأل أنه ربنا يحمينا جميعا ويبعد عننا هذا المرض، اللي أنت لما تموت ما بتلقى عز احبابك عشان يجيب جنبك ويجيب في راسك ويدفنك في القبر الى المراحل الاخيره من عمرك. نسأل انه ربنا يمنع عنا هذا الوباء والمرض. ده كله بيتاتى بحاجه واحده فقط، التزامك بالارشادات الوقائيه والسلام الصحيه، تغسل يدينك بالماء والصابون، تعقم يدينك مباشره طوالي، تكون لابس الكمامه لما تكون في اي مكان خارج المنزل، بالاضافه لانه انت تكون في البيت ما تطلع من البيت الا للضروره. نحن بنتمنى الصحة والعافية للجميع، نقول له هي الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والزول ما بيقدر يعني يذوق طعم العافية إلا بعد ما يفقدها. أنا سعيد جدا إنه تكون معي الأستاذ أماني أحمد عبد الله مدير الإعلام والتثقيف والاتصال بالإدارة العامة لتعزيز الصحة بولاية الخرطوم. أستاذ أماني رمضان كريم، ومنياتنا لكم دوما بالصحة والعافية. أهلا بكم، كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله ربنا يعني دوام الصحة والعافية لكل الشعب السوداني، وشكر لقناة الشروق ولكل مشاهدي قناة الشروق، تحية طيبة داخل وخارج السودان إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربنا يدي العافية. أستاذ أماني، دايرين نتكلم، أنتم في إدارة الإعلام والتثقيف بولاية الخرطوم بتعزيز الصحة، دوركم شنو من خلال التوعية والإرشاد لمرض كورونا خاصة في المحليات؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بالنسبة لدورنا في المحليات، فيها أنشطة بتقوم بها الإدارة، اللي هي على مستوى اتصال مباشر واتصال غير مباشر. فالدور في المحليات اللي هي بيحتمل لنا في إنها هي بتكون أنشطتها مباشرة مع المواطنين، في إنها كانت في البداية قبل ما يعني نصل للمرحلة إنه اللي هي الأعداد الكبيرة بتاعت الحالات الإصابات، كان بيكون في اتصال مباشر اللي هي من التنفيذ حلقات التوعية، في شغل بتاع إعلام متحرك، في توزيع لمواد ملصقات وبوسترات في الأماكن بتاعت الازدحام، على أساس أن هي توري الناس إنه الطرق بتاعت انتشار المرض والأعراض إن هي ممكن تكون كيف، وإنه كيف نحمي نفسنا من المرض، باعتبار إنه المرض هو أصلا ما عنده علاج، ما عنده لقاح إنه الناس بتقدر تحمي بنفسها. فدي الأنشطة اللي إنها كانت في البداية هي كانت بتكون في المجتمع، موزع علينا على كل التوزيعات بتاعت المحليات، اللي هي عندنا 7 محليات في ولاية الخرطوم. في 7 محليات دي كل محلية بتنفذ الأنشطة دي للأحياء أصلا هي تابعة ليها، سواء كان مناطق في الريف أو في الحضر. فجزء من الأنشطة دي حتى الشغل بتاع الإعلام في اللافتات الموجودة لنا على الشوارع، في شغل في الشاشات بتاعت العرض الموجودة لنا حتى داخل المؤسسات، داخل المناطق اللي إنها ممكن يكون فيها تواجد بتاع مواطنين. ففي الحقيقة استخدمت يعني كثير من الوسائل على أساس إن إحنا نقدر نوصل الرسالة للمواطنين، والناس تعرف إن يعني شنو كورونا وتقدر تحمي نفسها منها. أيوه. طيب يا أستاذ أماني، نحن عندنا يعني بنتابع إنه في تقارير يا أستاذ كل يوم عن من خلال المؤتمر الصحفي للسيد وزير الصحة الاتحادي، إنه في كل يوم في إصابة جديدة بالمرض، والإصابة دي ما واحد أو اثنين أو ثلاثة. الإصابات احيانا تتعدى العشرات من الاصابات، احيانا تتعدى يعني تكون 30 اكثر من 40، وكل يوم نحن في ازدياد للمرض ده. يعني نحن بعد كل ما نقول نحن يا جماعه في لحظه بتاعه انحسار المرض الليله ما سجلت اصابه، نتفاجئ انه تسجل اصابات مختلفه. ده بيدل على شنو مثلا؟ على عدم وعينا، ولا على عدم انه في تقصير منكم، ولا الحاصل شنو استاذ؟ طيب، هو ظهور الحالات هي يعني يمكن يكون شيء
يعني طبيعي. ليه؟ لأنه من البداية ظهرت لنا حالات اللي هي جات من أشخاص هم كانوا وافدين من دول يعني معروف إن هي موبوعة. فالأشخاص اللي أصلاً هم كانوا وصلوا هنا ودخلوا عندنا في السودان أكيد هم كانوا مخالطين لأسرهم، مخالطين لناس قريبين لهم في المستوى الأول والمستوى الثاني في أماكن عملهم. المهم هم اختلطوا بأشخاص أفراد تانين. من خلال الاختلاط بتاعهم ده إنه تم نقل للفيروس، يعني هم نقلوا الفيروس للأشخاص اللي حولهم. يمكن في الفترة الأولى الحالات كلها كانت بتكون حالات لأشخاص هم الوافدين من الخارج اللي هم إنه من دول موبوعة، لكن بعد ذلك أيوة بدأت تصل لنا حالات لناس مخالطين. يعني بمعنى شنو؟ إنها بقت انتشار مجتمعي. عارفنا يلا في الانتشار المجتمعي إنه معناته شنو؟ إنه الفيروس خلاص إنه من الناس اللي كانوا من الناس المسافرين ديل انتقل للمجتمع، بقى بيصهر لنا بين الأفراد عادي. ويلا وده أكتر حاجة وين؟ عند الأسرة بيكون أصلاً عندهم كانوا ناس أصلاً برضو تاريخهم إنهم هم جايين مسافرين أو مخالطين. فدي اللي ظهرت الحالات. وبعد ذلك بالحركة العادية بتاعت المواطنين، يعني هي حركة بتاعت سواء كان للدوام والحركة في الأنشطة اليومية، الناس بيطلعوا للأسواق أو في الصلوات. دي يمكن الحاجات دي كلها والتواجد في أماكن التجمعات ساعد في نشر الفيروس. ففي الموجهات اللي إن أساساً كانت طلعت اللي هو يعني جزء منها على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى وزارة الصحة، في إنه الناس يعني إنه الناس دخلت في مرحلة بتاعت حظر. حظر للتجوار كان في البداية مؤقت، يعني يمكن بدينا الحظر بدأ يكون شوية ماشي في إنه لأنه يعني ممكن يكون بعد شوية حظر كامل. فدي كلها ليه؟ على أساس إنه شنو نحد من انتشار الفيروس، يعني حتى إنه على أساس إنه شنو ممكن إنه الفيروس ده يكون موجودين مثلاً في مناطق بعينة، وإنه لكن الأهم من ذلك إنه التزام المواطنين، إنه الناس التزموا بالموجهات دي، في إنه مثلاً في حالات يعني إنه حظر معناته الناس تلتزم تقعد في البيوت يا جماعة وتتبع الإجراءات بتاعت الوقاية الأساساً. أساسنا تحمي نفسها وتحمي أسرها. إحنا خد نفسنا يا جماعة في الدور الأول، إحنا مسؤولين عن نفسنا ومسؤولين عن أسرتنا. يعني دي أهم حاجة، يعني إحنا مسؤولين عن أسرنا. معناته شنو؟ إحنا نلتزم بالموجهات دي بحيث إنه إحنا ما دايرين نصل لمستوى بتاع دول تانية. يعني إحنا شايفين العالم كله جاي حد يمكن انتشرت فيه، وإحنا لسه يعني إنه الناس إذا مشينا في المنحة بتاع إنه إحنا نحافظ على الأشياء دي ونلتزم بالعزل بإننا نقعد في البيت حسب البرنامج بتاع قناة الشروق، خليك بالبيت نقعد في البيت ونخلي شخص واحد هو اللي يقوم لنا بالأداء الواجبات المنزلية. وهو يلتزم لنا لما يجي راجع يلتزم بالموجهات بتاعت يعقم يديني ويعقم الأبواب إنه يعني يحمي الأسرة بتاعته. كلام مستزماني كان كلام واضح إنه ياريت لو كان زول واحد طلع من الأسرة على أساس إنه يقضي احتياجات البيت، وحتى لما نجي يعقم نفسه تماما. أصلا إحنا على مستوى الشغل نحن نكون شغالين الآن، لما نرجع أكيد عندنا أسرة ممتدة، عندنا أحباب، عندنا يعني والدينا قاعدين، بنخاف نمشي نقابلهم طوال المشهد. طيب نمشي نعقم يدينا أولا بعد ذاك نمشي نقابل الأسرة دي. كل ده الكلام ده لكل زول هو شغال برا لما يمشي البيت يعقم يدينه. سؤال قبل الأخير أستاذ أماني، إنه في كل يوم نحن يعني في الأيام اللي فاتت الحمد لله بنشوف إنه في نقصان في حالة الإصابة، يعني زمان كانت كبيرة جدا هسي شوية قلت، ده يدل بيدل على إنه المرض ماشي منحسر والله في وعي كامل من المواطنين أصبح؟ والله إحنا نقول يعني إنه هي قدر ما تزيد نسبة الوعي قدر ما إنها بتقلل لنا نسبة بتاعت الإصابة. يعني لأن أنت نسبة الوعي لما ترتفع إنه الناس بتتبع الإجراءات الوقائية في إنها من إنها هي تحمي نفسها، تعقم حولها، تلتزم بالمسافات بتاعت الأبعاد. يعني الالتزام بالموجهات دي هو اللي بيؤدي لإنه شنو؟ لحماية نفسك وحماية حولك وأسرتك وحتى مجتمعك الصغير على مستوى الحي أو على مستوى القرية. فدي كلها إنها بتساعد يعني رفع الوعي بتاع المواطنين الحقيقة. وفي النهاية إنه هي المرض هو مرض بتاع سلوك، سلوك إحنا بننتهجه. يعني في إنه إحنا بنكون قريبين لبعض، لشخص مثلا مصاب أنا قريبة له وما ما 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 راعيت في الاحتياطات بتاعة المسافات الموجودة، ما 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 بلتزم بإني أغسل يدي بالمية والصابون مباشرة يعني 24 ساعة على قدر ما أقدر، ويعني وما بنهتم في إنه مثلا ننظف الأسطح اللي حولنا أيوة يعني، وإننا نلبس الكمامات إذا كنا حاسين بأعراض أو دخلنا مناطق بتاعت ازدحام على أساس إن إحنا نحمي نفسنا. فهي دي كلها إجراءات بتاع السلوك. إذا إحنا عدلنا السلوك بتاعنا ده حقيقة بنقدر نحمي نفسنا وبنحمي سوداننا ومجتمعنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أستاذ أماني أحمد عبد الله مدير الإعلام والتثقيف والاتصال بالإدارة العامة لتعزيز الصحة بولاة الخرطوم، دي جهود جبارة منكم أستاذ أماني لتعزيز الصحة وللمحافظة على هذا على هذه العافية. نسأل لنا جميعا وليه
عليكم أيضا نعمة الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك للكلام الضافي، نتمنى لكم دائما التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكم، وخليك بالبيت دائما. تسلم وإسلام، تسلم أسرتك. اللهم امين جميعا يا رب. شكرا لكم ايضا مشاهدي الاحباب، دي كانت محطتنا من داخل وزاره الصحه بولايه الخرطوم لاداره العامه لتعزيز الصحه. قبل ما اختم عايز اقول حاجه مهمه جدا، واشير انه في كل محطه اقولها، الوصمه الاجتماعيه بتاعت المرض، انه نحن يا اخواننا نحن ضد الوصمه الاجتماعيه. اللي يصيب بالمرض ما بمعنى انه نهايه الدنيا، ممكن يشفى من هذا المرض ويبقى انسان طيب. انا داير اقول انه يعني المرض ده يمكن ما بعزي الناس زي ما بقولوا، ما بيختار الغني او الفقير، كبار الناس صابوا بهذا المرض، كبار الشخصيات في العالم. 50 مليون من الشعوب العالم اصيبت بالمرض، اكثر من 30 مليون توفوا في بهذا المرض. ده يدل ما بدل عليه انه المرض ده عيب، والمرض ما عيب، والمرض هو يعني هو ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، وده وباء. احنا كل اللي علينا انه نعمله خلينا في البيت، نلتزم باجراءات الوقايه والسلامه والصحه والعافيه. الرساله الاخيره لوزاره الصحه الاتحاديه، اهتموا بالمستشفيات الحكوميه، وفروا لها المعينات اللازمه، واهتموا بالجيش الابيض. تحيه الصحه والعافيه للجيش الابيض اللي بيقوم بدور فعال ودور مهم جدا من اجل الحفاظ على سلامتنا وعلى ارواحنا. شكرا جزيلا للجيش الابيض، وان شاء الله يا رب المحطات القادمه نكشف لكم عن يعني اخبار اكثر ساره واكثر سعيده من خلال هذا المرض. وخليك بالبيت. شكرا جزيلا، شكرا يا رشا، وعود لكم من جديد في الاستوديو لمواصلة هذا البرنامج. شكرا محمد ودكتور عماني مدير الإعلام والتثقيف والاتصالات، بدتنا يعني معلومات وكيف نحن نقدر نقوم بالوقاية، وكيف نقدر نحمي نفسنا ونكون نحن موجودين في البيت. يعني حتى إذا مضطرين أنه نطلع زي ما قالت، ممكن شخص واحد يكون هو اللي بيطلع وبيتحرك يعني بيقضي كل الاحتياجات للأسرة، وكل الناس بتكون مركزة معه في أنه هو يقوم بدور الحماية الكاملة وسبل الوقاية كاملة من تعقيم وغيار للملابس وغيره. يمكن محمد فتح الرحمن نظرته تفاؤلية، ونتمنى إن شاء الله يعني كلنا نكون متفائلين ومليانين بالطاقات الإيجابية الفترة الجاية عشان الأرقام تقل، لأنه الزيادة في الأرقام هي واضحة. الأسبوع الماضي كانت بداية الأرقام 24-27، الأرقام كانت بسيطة، قفزنا للخمسينات ويعني ستينات، ولحد يوم الجمعة وصلنا 91 حالة، واليوم يمكن الحالات هي 86 حالة، عشان ارتفع العدد الكلي ل 678 حالة. يعني لو الزيادة يوميا حيكون كم 80 كم 90، دي أرقام كبيرة جدا، محتاجين نوعها أكثر من كده عشان نحمي نفسنا. أنا مش أشوف الكنترول مجهز لنا مادة زين على الأقل. رسائل مهمة لكل سيدة حامل أو مرضع للوقاية من كورونا. لو أنت حامل أو مرضع وعشان تحمي نفسك وجناك من كورونا، لازم تلتزمي بغسل يدينك بالموية والصابون ولمدة 40 ثانية قبل ما تهبش أنفك أو عينك أو خشمك، وبعد العطاس والسعال، وقبل الأكل، وبعد استخدام الحمام، وابتعدي تماماً من الحالات المشتبه بها أو المؤكد الإصابة بكورونا. اتجنب الزحام والزم البيت. ممكن الحامل تتابع مع القابلة في الحلة، ولو بتتابع في المركز الصحي أو المستشفى أحرصي إنه تكون المسافة بينك والآخرين ما تقل عن متر. بعد الولادة يفضل تجنب زيارة الأهل والجيران للنفساء، ولازم تحرص على غسل اليدين بالموية والصابون ولمدة 40 ثانية قبل وبعد الرضاعة، وتهتمي بنظافة كل الأسطح حواليك كويس. وما تنسوا في حال ظهور أعراض على الحامل أو المرضع، وكنت قادمة أو مخالطة لشخص قادم من بلد ظهر فيه الوباء، تواصلي في الرضاعة عادي مع لبس الكمامة واتباع المحاذير. ولازم تبلغ فوراً للأرقام 90-90 أو 221 لولاية الخرطوم، وأكيد واعين حنسلم كلنا. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية. أهلا من جديد. يعني وزارة الصحة تقارير يمكن فيها جرعات توعوية كبيرة جدا لكل شخص، حتى لو أنت ما مقتنع بأنه أصلا هي في كورونا في مشكلة حقيقية، يعني نلتزم على الأقل بالإرشادات اللي بتجينا دي، ما بتضرك بحاجة. أنت كده كده ما في مؤسسات شغالة أو شركات، والحياة هي أصلا ما في حركة طبيعية في الشارع، فممكن نلتزم بالسبل دي. السيدات الحوامل طبعا مناعتهم بتكون نوعا ما أقل من بقية السيدات، محتاجين لعناية خاصة، لأنه بعد كده ما حينفع أنه تأخذ أي علاج أو تأخذ أي
حتى البنادول بالنسبة للسيدة الحامل هو مشكلة ممكن تضرها، ما أي مادة ممكن هي تقدر تدخلها في جسمها بتضرها، بتضر حتى جنينة الفرح معها. كانت رشادات واضحة مما هي حامل وهي بعد كده والدة وضعت الطفل. التقرير وضح لك أنه زياراتك تقيف، والله عندنا سيدة والدة في البيت أنت ما جيتي حمد لله السلامة ما في شخص حيلومك، لأنه إحنا في ظروف استثنائية، لكن كل الناس دايرة تجي ودايرة تجيب معاك كاس حلاوة ودايرة تبارك المولود. ممكن نوقف الحاجة دي لحد ما الكورونا دي تنتهي ونصل زيرو حالة ونحتفل كلنا ونرجع الحياة تكون طبيعية، ونحتفل احتفال كبير في الشوارع وفي البيوت بأنه كورونا انتهت. ولكن الآن نوقف يا جماعة، عشان أنت لو خالطت لي حالة ومخالطة لي حالة وجيت نقلتي لسيدة الوالدة دي أو الوضعة دي وعندها كمان طفلة، حتضرين ضرر كبير وحتضرين نفسك حتى لو نقلتي المرض لك. أكيد نحن واعين حنسلم كلنا، أنت عندك المعلومة ما تبخل على شخص آخر، يعني أنت مقتنع تماما أنه في مرض كورونا وعندك معلومات كافية انت تنقل لغيرك ما عارف. ده وضع الفيروس او كورونا في السودان ليوم الاثنين 4 مايو اللي هو اليوم، زي ما واضح للجميع الخرطوم 594 حالة بتتصدر، مباشرة بعدها الجزيرة 29، نقل القضارف في المركز الثالث، لا شمال كردفان المركز الثالث فيها 15 حالة شمال كردفان، بعد كده القضارف، عندنا شمال دارفور غرب كردفان الولاية الشمالية. حتى ناس الولاية الشمالية عندك حالة واحدة ما معنى انت برا دائرة الخطر، لأنه الحالة الواحدة دي خالطت بقية حالات، يعني نتوقع ونشوف حيحصل شنو بعد اسبوعين ثلاثة او حتى بعد شهر ممكن الأعراض تظهر عليك. النيل الأبيض كمان حالة، البحر الأحمر حالة، الإجمالي زي ما شايفينه تحت 678 حالة، النشطة اللي هي المؤكدة 576 حالة، 61 حالة شفاء، رقم بسيط يعني 61 حالة من 576 حالة رقم بسيط، 41 وفيات إن شاء الله ربنا يرحمهم، 6.5% معدل الوفيات، معدل الوفيات الرقم كبير. ده غير ان احنا ما عارفين انه يا جماعه دي ارقام ان احنا واصله للناس، لكن الناس اللي بتموت فجاه وبنكون قايلين لها ذبحه او بتظهر اي مضاعفات بنكون متخيلين والله دي مضاعفات الضغط، مضاعفات السكري، مضاعفات الانيميا، مضاعفات الكلى، الامراض المزمنه، وهي بتكون الكورونا. زي ما كان في واحده من الافادات مع زميلنا محمد فتح الرحمن مع دكتوره بتقول انه ممكن تكون انت معاف ومتحرك عادي شغال وطالع او قاعد في البيت بتمارس حياتك بشكل طبيعي جدا، ولكن انت حامل للفيروس. الحاصل شنو؟ مناعتك هي قوية، عشان كده الاعراض ما ظاهرة عليك بشكل كبير. شفنا الاعراض دي ما شرط انك لازم تجح او لازم تجيك نزلة، ممكن تظهر لك في شكل اعراض اخرى. واحد من الحالات اللي هي حالة رقم 18 ظهرت له ملاريا، حس بكل اعراض الملاريا اللي احنا بنعرفها، ومشى المستشفى وشخصوا له ملاريا لحد ما حالته هي تدهورت، وبعد كده تشخصت له الكورونا من الحالات الأولى اللي هو رقم 18 من الحالات الموجودة عندنا دي اللي هي 678 حالة. فممكن يظهر لك في شكل آخر، ممكن يجيك يعني في استفراغ إسهال وغيره من الأعراض الأخرى، وهي بتكون الكورونا. فانت تعمل حسابك، انت ما خسران حاجه. المعقم ده يا جماعه نخليه قاعد في محل واضح في البيت، حتى لو غالي انت شايفه او ما موجود عندك، كثير من اللجان وكثير من الدكاتره هم بوزعوه مجاني في كثير من المناطق، واحد بس ممكن يكفيك، تحاول تعقم به ايدك كل فتره واخرى. الجدول اللي شفناه قبل شويه وشاهدناه مع بعض بيوضح لنا حجم الوضع اللي احنا وصلنا له حاليا. يعني الارقام دي هسه الليلة الاثنين، الأرقام دي يوم الاثنين الفات ما كان في مقارنة، يعني الأرقام تضاعفت بشكل كبير ومخيف. لازم كلنا نخاف عشان نقدر نحن نحمي نفسنا ونعمل حسابنا أكثر من كده. وزارة الصحة عندها تقرير بتطلعه، كل الناس بتكون حريصة إنها تشوفه أول بأول. بعد ما نسمع الرقم طوالي يا جماعة نوعي غيرنا، نشرح لغيرنا، أنت جارك جنبك، جارتك جنبك الماء مستوعب المرض، الولد ود الأسرة الحايم قاعد مع أصحابه تحت العمود وبيلعب في الكوشتين وبيلعب في الضمنة، ده حيجيب لكم الفيروس جوا البيت
ويجيكم وانتم قاعدين حامين نفسكم. يعني لو الاسره كلها قاعده في البيت وحافظه نفسها واحد بيطلع وبيجي وما عامل اي سبل وقايه ده بيضركم جدا يا جماعه. لازم نوعي بعض عشان ال 86 حاله ظهرت لنا 4 صباحا ليوم الاحد بالامس ما تتضاعف وما نسمع نفس الرقم ده لليله. في حركه في الشارع شفتها وانا جايه ظاهره يعني بشكل كبير. ربنا يحمي الجميع وربنا يدي الصحه والعافيه للجميع اللي بيتابعونا داخل السودان وخارج السودان ويتابعونا حتى عبر السوشيال ميديا. حلقتنا بتنزل مباشرة على اليوتيوب لكل اللي بيتابعوا. ربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله لحد ما ألاقيكم بكرة. بتمنى نسمع أرقام قليلة جدا ونتمنى ما يكون في انتشار أكبر في الولايات. اللي عنده المعلومة والعارف يوعي غيره. كلنا نكون نحن واعيين ونقوم بدور الإعلام مساعد الإعلام في أن يوصل المعلومة. لحد ما ألاقيكم في أمان الله وحفظه.